الأخت السائلة أم عبد الله تقول: أختي تلبس البنات الصغيرات لها ملابس قصيرة، ما هي النصيحة لهؤلاء فضيلة الشيخ الذين يتساهلون بهذه الملابس القصيرة بالنسبة للصغار؟ لا يجوز تربية الصغار على عدم الاحتشام، تربية البنات الصغيرات على عدم الاحتشام هذا أمر لا يجوز، بل تربى البنت على الاحتشام وعلى الستر حتى تنشأ على ذلك، فهذا أمر يجب، وهذا من التربية الحسنة. نعم.